وبعد كده حصل تغيير بقى في الدقيقه الاخيره في الوقت الضايع، كابتن حسام البدري نزل سليمان كوليبالي دقيقه كده في الوقت الضايع مكان عمرو جمال. طيب خلينا نروح للكابتن اشرف قاسم ونقول له هارد لك النهارده في مباراه النادي الاهلي، وزي ما قلت لكم من شويه كابتن اشرف قاسم لعب في حدود امكانيات نادي الداخليه، الداخليه ما يقدرش يفتح الجيم مع النادي الاهلي، ولكن اعتقد كان كابتن اشرف قاسم طمعان ان هو ممكن يتعادل ويوصل المباراه لضربات الترجيح، ولكن في النهايه هارد لك للداخليه ومبروك للنادي الاهلي. هارد لك يا كابتن اشرف. الله يخليك كابتن كريم، ازاي حضرتك؟ الله يخليك كابتن اشرف. الله يكرمك يا حبيبي، ربنا يخليك. الله يخليك. قول لي بس ايه موضوع ضربات الجزاء اللي مش صحيحه اللي معانا دي، هنعمل فيها ايه واخرتها ايه؟ برضه لسه برضه لغايه دلوقتي مستمره القصه معاك برضه. ده ثالث ماتش على فكره. ثالث ماتش على التوالي انا معاك فعلا. يعني ضربه جزاء الكره جت في وش المدافع. بس قول لي الحل نعمل ايه؟ طيب يعني احنا لما كنت بقول للعيبة لما تيجي في ايديك الكوره يعني راجع ايدك ورا او نقطع ايدك، دلوقتي انا مش هعرف اقطع رقبه اللعيب اللي جت في وشه بقى، دي بصراحه يعني هتبقى صعب شويه. صعبه دي يا كابتن. يعني مش عارف صح، بقى لكم فعلا ثلاث ماتشات بتتظلموا شويه في موضوع ضربات الجزاء ده فعلا. هي الفكره بس مش موضوع اعتراض على التحكيم ولا حاجه، بس هو القرارات اللي هي اللي زي دي ضربات جزاء وتبقى مؤثره جدا على الفريق ممكن تسبب مشكله كبيره جدا للفرقه، يعني اذا كان فرقه بتنافس على بطوله او بتحاول ان هي تهرب من الهبوط. ايوه. رجاء خاص يعني لما في اتخاذ قرار، وبعدين ده احمد الغندور قريب جدا من اللعبه برضه، نفس اللعبتين في مباراه البيتوجيت والاتحاد. يعني مش عايزين نتكلم فيها كتير، لكن طبعا يعني انا لسه كنت بسمع حضرتك دلوقتي بتتكلم عليها، وحضرتك قلت برضه ان هي جت في وشه فعلا، وده كلنا شايفينها كده يعني. ايوه. فالمفروض الحكم يبقى لازم يكون متابع بشكل كويس جدا، زي احمد كان برضه واقف وقفه كويسه، لكن القرار غريب جدا بصراحه برضه، يعني مش عارف، يعني مش لاقي لها نهايه بصراحه، يعني مش لاقي لها نهايه. بس يعني كويس ان الكوره ما جاتش بقى، ان لو كانت الكوره جت كانت الموضوع هيبقى يعني صعب جدا. يعني كان نفس الكورتين بتوع الماتشين اللي فاتوا هم اللي ما يجوش بصراحه، مش دول. يعني انت عارف انا بقول كده ليه؟ يعني انا اهم حاجه عندي بصراحه الدوري العام، يعني بقاء الفرق في الدوري العام ده اهم حاجه عندي، اهم من مباراه النهارده بصراحه يعني. ايوه. طيب لكن مباراه النهارده احنا بنلعب قدام فريق قوي، فريق خطوطه كلها اعتقد انها شبه مكتمله النهارده، بتلعب بشكل شبه كامل. يعني اللعيبه اللي ما شاركتش اعتقد ان اثنين او ثلاث لاعبين اللي لعبوا في اماكنهم لعيبه مؤثره بشكل كبير. حاولت بقدر الامكان اقفل مفاتيح اللعب اللي على النادي الاهلي النهارده على اطراف الملعب، وده كان مهم جدا على احمد فتحي ومعلول، لكن هم عندهم حلول كتير جدا يعني من على الاطراف ومن العمق. فطبعا فريق محترم وفريق ليه احترامه وقدراته، زي ما حضرتك طبعا عارف انا تغيير حصل في اول ربع ساعه من خروج محمود فتحي الاصابه. ايوه. كان ليه تاثير كبير جدا على الفريق. طبعا برضه في نفس الوقت احنا لعبنا في اخر المباراه نعتبر ناقصين واحد اللي هو اسلام كمال، وانا يعني بحييه من هنا ان هو لعب وهو مصاب، ويمكن انا طلبت ان هو يخرج حتى لو هنلعب ناقصين بعد التغيير الثلاث لاعبين، لكن هو صمم انه يكون موجود وما كانش يخرج من الملعب رغم الاصابه القويه اللي عندي يعني. ايوه. وزي برضو اكيد حضرتك برضو اكيد اتكلمت وشفت ان احنا لعبنا في اخر المباراه بثلاث مهاجمين في خلال النص ساعه الاخيره، فده بيدل برضو ان احنا عن يعني كنا بنحاول، يعني كان في محاولات لكن كان في صعوبه. النادي الاهلي لعبته لعيبه مميزه جدا واحنا عارفين كده من الاول. اعتقد زي برضو ما حضرتك قلت دلوقتي ان انا لو فتحت الملعب كنت ممكن اخش في اهداف كتير يعني. بالظبط، ما احنا لسه كنت بقول نفس الكلام، يعني الاهلي كان مميز جدا النهارده وحدود امكانيات لعيبه الداخليه، ما ينفعش كابتن اشرف قاسم يفتح الجيم النهارده، كان ممكن تستقبل اهداف اكتر يعني. طبعا الحاجه الثانيه احنا راجعين يا كابتن كريم من مباراتين هزيمتين من مباراتين في الدوري تاثيرهم كان كبير جدا، يعني احنا كنا في الفتره اللي فاتت بنحاول ان احنا نخرج من التاثير السلبي اللي عندنا. أيوة. برضه النهارده الاهداف اللي دخلت في مرمانا من اخطاء برضه فرديه، يعني النهارده الهدف الاول اللي حضرتك بتعرضه دلوقتي من فاول من قريب من وسط الملعب، برضه خبرات اللعيبه اللي كانت موجوده، كان المفروض واحد يعطل الكوره قبل ما النادي الاهلي بيلعب، لان انا قايل لهم النادي الاهلي بيلعب الفاولات بتاعتهم بسرعه،
فلازم حد برضه يعطل الكرة شويه لغايه ما يبقى في تمركز سليم. عدم تمركز سليم من المدافعين، رؤيه للاعب اللي بيلعب الكوره بدون رؤيه للاعب الاخر اللي هو بيتحرك، عمرو جمال اللي هو اتحرك بشكل كويس في ظهر المدافع بتاعنا فقدر ان هو يحرز هدف. حتى كمان الهدف الثاني بتاع حسام، الكره اتلعبت بالعرض وخدع عمرو جمال وقف عليها شويه ونزلها لحسام تحت ما فيش حد ضغط عليه. فهي اخطاء فرديه من اللاعبين من خبرات، يعني خبرات يعني مش موجوده عندهم. فدي الامكانيات، يعني دي امكانيات الفرقه. واعتقد برضو انا بحيي لعيبه ان لعبوا بالروح العاليه اللي كانت موجوده النهارده في المباراه برغم الظروف. يعني الامور ان شاء الله، بتمنى ان شاء الله ان بعد رجوعنا للدوري تاني بعد التوقف ان احنا نعمل حاجه كويسه. وهو الاهم عندنا دلوقتي كيفيه البقاء في الدوري الممتاز. بالظبط. يعني هارد لك كابتن اشرف. المشكله بس اللي مقابلاني المشكله اللي مقابلاني بس يا كابتن كريم بعد رجوعنا للدوري ان انا هقابل النادي الاهلي تاني. ده بعد قد ايه؟ يعني اللي بعد الرجوع بعد التوقف. اول ماتش هتقابل الاهلي تاني؟ اول قابله بس في الدوري بقى. مباراه الدوري. يعني الله يكون في عونك بقى. انت عارف انا متخوف من ايه بس يا كابتن دلوقتي؟ بكلمك بجد. ان انا ببقى نازل المباراه حاسس ان انا عليا ضربه جزاء، بس هتيجي امتى مش عارف. بس انت برضه يعني وصلنا لمرحله ايه؟ اتحسب لك ضربه جزاء النهارده يا كابتن اشرف. بس ضربه جزاء صحيحه. هي ضربه جزاء صحيحه، هو سعد ماسك احمد صابر ونازل بيها على الارض. ما احنا اتكلمنا في انا بتكلم على ضربات الجزاء اللي هي المؤثره اللي عليا. يعني انت دلوقتي ممكن لو سالت اي حكم يقول لك ما هو اتحسب له ضربه جزاء، ما حضرتك قلت دلوقتي. بس ضربه الجزاء اللي اتحسبت لي صحيحه. بالظبط. وانا لما يتحسب لي ضربه جزاء صحيحه لازم يتحسب للفريق الثاني ضربه جزاء حتى طبعًا. لو غير صحيحه. لا طبعا، لا مش مقياس يعني. فهي يعني بص، انا احنا وصلنا دلوقتي لمرحله ان احنا بنبقى نازلين حاسين ان الحكم هيحسب علينا ضربه جزاء. فدي حاجه مش كويسه يعني، لا ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله ما يكونش في اخطاء تحكيميه ضد نادي الداخليه. وبالتوفيق لحضرتك كابتن اشرف، يعني ان شاء الله الفتره الجايه تكون افضل بالنسبه لنادي الداخليه ان شاء الله.